المباراة كان عنوانها الفوز لمن يريد تحقيق الصعود هذا الموسم، خاصة أهل البرج الذي كان بحاجة لنقاط المباراة. دفاع تجنات كان الأحسن وظفر بنقطة ثمينة تبقيه في المركز الثالث رغم غياب مدربه بوغرار لامين من على دكة الاحتياط. والبداية كانت بالوقوف دقيقة الصمت على روح اللاعب بالخير فوزي لاعب دفاع تجنات رحمه الله. أول محاولة في هذه المباراة كانت لصالح المحليين في هذه الهجمة، وعريبي في هذه التسديدة القوية والحارس بالعالم يحولها إلى ركنية. أخطر فرصة خلال هذا الشوط كانت من جانب الزوار، وكان وراها عمراني الذي يضيع ما لا يضيع. من جهة حدوش لاعب أهل البرج وقبل انتهاء الشوط الأول يضيع فرصة من ذهب ويحرم فريقه من هدف محقق، والشوط الأول انتهى من دون أهداف. دفاع تجنت اعتمد على الهجومات المعاكسة وكاد أن يصل شبه الطوال عن طريق المهاجم عمراني، وبول عينين كان آخر من سدد هنا. هجوم آخر خطف كان وراءه دائما المتألق عمراني الذي كاد أن يفتح مجال التهديد لولا براعة الحارس طوال. أهلي البرج يضيع فرصة الفوز في آخر محاولة عن طريق اللاعب بوغلمونا الذي كان في وضعية جيدة لكنه يخفق هنا. 0-0 ونقطة ثمينة لأبناء تجنانت الذين خرجوا تحت هتافات مئات الأنصار الذين تنقلوا إلى ملعب برج بوريريش.